واضح أن البيانات والتصريحات التي تصدر عن قيادات المقاومة الإسلامية العراقية باستمرار تعلن عن شن عمليات لمواجهة القواعد وانتشار القوات الأمريكية اللي يعتبرها قوات احتلال في العراق، نعم خصوصا في إقليم كردستان كما في عين الأسد وكما في بلد وغيرها من المناطق. لكن يعني في الواقع يعني لا يمكن الاتفاق مع هذه الفصائل بأن الوجود الأمريكي هو وجود قوات محتلة، لأن هذه القوات موجودة بطلب من الحكومة العراقية في زمن المالكي نعم وبداية السيد العبادي وعن طريق الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي، وتم تشكيل هذه القوات قوات التحالف الدولي لهزيمة داعش، وتم هزيمة داعش، لكن ما زالت هذه القوات موجودة برعاية عراقية. فيفترض من هذه الفصائل احترام سياسة الحكومة العراقية نعم والسلطات التشريعية، وعدم اتخاذ قرار يعني من طرف واحد وتقييم وجود هذه القوات بأنها قوات احتلال، وبالتالي نذهب إلى تبني استراتيجية لشن حرب على هذه القوات لتحرير العراق. هنا تناقض كبير وعميق نعم في الواقع، ويهدد هذا الموقف الأمن الوطني العراقي بمخاطر اندلاع أزمات وحروب وتعرض المدنيين لمخاطر الموت مثل ما يحصل في كل مرة، وبالتالي يعني نعم لن نصل إلى نتيجة. يعني الموضوع يتعلق بالحكومة العراقية، وهناك قانون شرع في 2009، نعم هذا القانون أقر واعتمد بوضوح يعني اتفاقية الإطار الاستراتيجي اللي موجودة ضمن إطار هذه القوى المسلحة، اللي هي قوى استشارية اليوم وليست قوى عسكرية. لكن هذا الوجود، هذه الأنشطة العسكرية للفصائل، فصائل المقاومة الإسلامية، يرتبط بالتأكيد باستراتيجية الحرس الثوري الإيراني، فيلق نعم القدس، ولاية الفقيه، استراتيجية إيران في المنطقة للحروب والمواجهة. ونلاحظ يعني لبنان تم تدميره بسبب هذه الاستراتيجية الإيرانية للحرب والكفاح وغيرها من الأطروحات الراديكالية. نفس الشيء اليوم سوريا مدمرة نعم والعراق أيضا مدمر يعني بسبب هذه الاستراتيجية، يعني استراتيجية الحرب والتخلي عن استراتيجية التنمية والبناء والتطور والتقدم. ما نعم يحصل في العراق كارثة، وليس في العراق مثل ما أشرت، العراق وسوريا ولبنان، أيضا اليمن اللي خسر ملايين البشر نعم من الضحايا، تدمير البنية التحتية ضمن إطار نفس هذه الاستراتيجية الإيرانية لولاية الفقيه الواضحة المعالم في الدستور وفي الخطاب نعم الإيراني. نعم.